بالراحه كده، خلينا نتفق ونكون عارفين موقفنا فين. ركز بقى معايا يا اسامه. طبعا يا شباب، اهم من المذاكره حضرتك تعرف تذاكر ازاي. والكلام اللي انا سمعته زمان ان اهم حاجه في المذاكره اصلا انك تكون عارف اسماء الشباتر اللي عليك. هتفتكر ان دوت حاجه تريقه او هزار، لا ده بجد. انت لما تكون عارف ايه الديوتيز اللي عليك وكل ديوتي الحجم بتاعه ايه، هتقدر ترتب المجهود اللي انت هتعمله. تمام. مشكله الناس بتيجي ساعات، الناس اللي اصلا بتكون جايه متاخره او ما فتحتش المنهج خالص، تيجي ايام الامتحان عارفه ان في ماده اسمها بايوكيمستري، بس الماده دي فيها ايه، هو مخضوض من اسم الماده، ما فتح، مش عارف ايه اللي جوه، مش عارف ايه السهل وايه الصعب، الدنيا بتتذاكر ازاي. فانا كل فتره هوقف معاك واقول لك الكلمتين ونرتب المنهج بتاعنا، نكون عارفين احنا فين وفاضل لنا ايه. طبعا احنا اللي احنا بدأناه لغايه دلوقتي هو شابتر الكربوهيدرات. شابتر الكربوهيدرات هو شابتر سهل جدا، ما يتاخدش في اكتر من 3 حصص، بس احنا خدناه في 6 حصص. ليه يا دكتور؟ عشان انا كنت لسه في البدايه، انا لسه بمشي معاك تاتا تاتا، انا لسه بقف عند الحرف واقول لك الحرف ده يعني كذا وده يعني كذا، الكلمه بعضها كذا. واضح؟ طبعا انت في اخر السنه مش هتكون قابل انك تتفرج على شرح الكربوهيدرات ده. وعشان كده وعشان كده من الاسبوع ده انا هبدا انزل لكم لكل شابتر حاجه اسمها كبسول، اللي هو ايه، بعد ما اخلص الشابتر تاتا تاتا تفصيلا هتلاقي فيديو ساعتين في الشابتر كله. يوم ما تتفرج على الفيديو ده هتلم الشابتر، خلاص يا دكتور تاهت ولقيتها، انا مش هحضر الشرح واتفرج على الكبسول. ما يا حبيبي انت هتمس التفاصيل الصغيره اللي انت لسه بتبني بيها الوعي بتاعك، انت لسه بتبني الوعي. اه اخر السنه مزنوق وما عنديش مشكله، هبص على دوت الم بيه اي كلمتين، بس لا اول السنه طبعا ما تعملش كده. واضح؟ طيب تعالى نرص احنا هنعمل ايه النهارده. احنا يا دكتور خلصنا شابتر الكربوهيدرات، فاحنا النهارده هنحل الاول ام سي كيو الكربوهيدرات. ثم الناس اللي حضرت كربوهيدرات انا هقسم لك جزء تذاكره كل يوم لحد اخر الاسبوع تكون خلصت مراجعته مره ثانيه عشان امتحنك اخر الاسبوع. طيب وهنبدا مع بعض شابتر الليبيد من النهارده. طب انا ما حضرتش حاجه قبل كده خالص يا دكتور. اول شابتر بالنسبه لك هو شابتر الليبيد. يعني ايه؟ يعني ابدا معايا شابتر الليبيد فروم ذا ستارت كده، هو ده البدايه بتاعتك. اعتبره الشابتر الاولاني هنمشي فيه بالراحه، ملوش علاقه بالكربوهيدرات. يعني انت ما حضرتش الكربوهيدرات هياثر عليك في الليبيد ابدا. واضح؟ انت اللي انت بتسمعه في الليبيد زي ما زمايلك بيسمعوا في الليبيد، اللي سمع الكربوهيدرات كل اللي فرق عنك ان هو بس يعني ذاكر مره ولا اتنين انجليزي، انما مش في كلمه في الكربوهيدرات هتبني لي كلمه في الليبيد. حتى الكلمات اللي في الكربوهيدرات هتبني في الليبيد انا لما باجي اقول بعيدها. يعني احنا لما كانت بتيجي حاجه في الكربوهيدرات يا اقبال ما بقولش خدتها قبل كده، انا بقول خدتها قبل كده وكانت بتقول كذا 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 كذا، اشرحها تاني عشان ابني عليها الحصه. فيا دكتور حضرتك ما ذاكرتش الكربوهيدرات، حضرتك موقع نص الكربوهيدرات، حضرتك لسه اول مره تبدا، ابدا معايا الليبيد اول باول. طب وهنعمل ايه في الكربوهيدرات؟ قدامك حل من اتنين. الحل الاولاني الايام اللي احنا مش شغالين فيها في الكورس اتفرج كل مره على فيديو من فيديوهات الكربوهيدرات بحيث تبقى مخلص. الحل التاني كده كده في مجموعه جديده هتبدا من الاول الاسبوع اللي جاي ممكن في نصه او اخره، احضر معاهم الحصص اللي فاتتك. لو هتاخد رايي هقول لك ما الفيديوز موجوده اتفرج عليها وبعد كده احضر تاني للتاكيد، او حتى ممكن ساعتها ما تحتاجش تحضر. واضح؟ انت حر في النقطه دي. ولكن بدايه الليبيد اللي هبدا اقول اساسيات بسيطه فيها النهارده وهنكملها من بكره، ذاكر الليبيد، ابدا ليبيد، انت اولك في الكليه ليبيد. واضح كده؟ سواء بقى حضرت كربوهيدرات وما ذاكرتوش او اصلا ما حضرتش الكربوهيدرات خالص. ودي قاعده اساسيه تعملها في الكليه. يوم ما يقع منك حاجه وقلتها لكم قبل كده وهقولها تاني، وقع مني شابتر يا دكتورنا الفاضل وانا بحضر حضوري، ماليش دعوه لو بتحضر اونلاين امشي بالترتيب عادي خلاص، ما انت بتحضر اونلاين. وقع مني شابتر يا دكتور وانا بحضر حضوري، فهحضر الشابتر الجديد بس هذاكر القديم. ده غلط كبير جدا. ليه؟ لانك النهارده لما تحضر الشابتر الجديد انت بتسمع شرحه، لو روحت ذاكرته هيتذاكر معاك بسرعه يا صلاح. طب لو انت يا صلاح دلوقتي حضرت معايا الكربوهيدرات وما ذاكرتهاش، ماشي؟ وبدات تحضر الليبيد وتروح تذاكر الكربوهيدرات، ايه اللي هيحصل؟ هتبذل مجهود في استذكار الكربوهيدرات لانها عفى عليها الزمن، ثم تذاكرها. على ما تخلصها هيكون الليبيد عدى نصه، فتبدا تبذل مجهود في استذكاره، يكون البروتين عدى نصه، هتفضل دايما تذاكر حاجه قديمه، وده مش صح. بالعكس انت تذاكر الليبيد واول ما يبقى عندك وقت فراغ يوم خميس يوم جمعه يوم ما فيهوش جديد يوم الدنيا فاضيه فيه تجيب القديم براحتك.
واضح؟ دي قاعده في الكليه، مش بايو كيمستري بس. يوم ما توقع شابتر طالما اللي جاي مش مبني عليه في الميتابوليزم، القاعده دي مش هتنفع في الميتابوليزم في 103، لا ما ينفعش توقع عشان الكلام مبني على بعضه، تمام؟ انما طول ما انت بتوقع حاجه مش مبني عليها حاجه تانية، ابدا الجديد اول باول طبعا، وكل ما يبقى عندك وقت راجع. ميزه سنه اولى عن تانية، وميزه الترم الاول في اولى، وميزه 102 على 103 ان فرص المراجعه كتير. يعني في 102 الكلام بطيء خالص، وهنراجع مره مراجعه اسرع، وبعدين مراجعه تانية، وبعدين مراجعه تنفع على اخر السنه. في 103 هيبقى فيه مراجعات، هتلاقيهم في الترم الثاني قللوا شويه، في تانية هتلاقي المراجعات دي مش موجوده كتير، لان واحده واحده انت بتكبر تبقى مش محتاج المراجعه دي. فاهم انا اقصد ايه؟ فميزه 102 او 101 يعني ميزه الترم الاول ان المراجعات فيه كتيره شويه، هتلاقي مراجعات في 103 بس نسبتها هتبقى اقل. هتلاقي بقى بتوع الفسيولوجي نقلوا في 104 قلوا. هتلاقي السنه الجايه المراجعات قلت، لانك ما انتش عايز كده، انت نفسك مش هتكون عايز كده بعد كده. فاهم قصدي؟ ففرصة انك تكاتش اب معانا متاحة جدا، هتقدر تلحقنا هتقدر تلحقنا، ولكن يا محمد ما تسيبش المتراكم عليك يزيد. خلصانة، محدش يروح النهاردة يقول لما تبقى تبدأ المجموعة الجديدة ابقى احضر معاها والحق زمايلي. هتضغط نفسك على الفاضي، ملاش لازمة خالص. انا بقول لكم شابتر الليبيد، شابتر البروتين، ما لهمش علاقه بالكربوهيدرات، احضرهم اول باول، وبعد كده احضر المجموعه الجديده، او احضر فيديوهات الكربوهيدرات زي ما تحب، انت حر. هتلاقي نفسك ماشي زي زمايلك. بص يا جماعه، انت لازم تدرك ان انت مش هتحفظ النهارده وهتفتكر بكره، لا هتنسى عادي جدا جدا جدا، وهتراجع بكره وهتنسى بعده عادي جدا جدا جدا. الموضوع هياخد منك مره واثنين وثلاثه على ما تذاكر وتبدا تتعود والكلام يبقى بالنسبه لك. ده طبيعي، تمام؟ في ثانويه عامه او ايا كان احنا كنا بناخد درس ونراجع ونراجع ونراجع. الفرق ان الدنيا كانت مفروده فبناخد كميات صغيره فنعرف نراجعها في الطريق. لما دلوقتي انت هتبدا تاخد كميات كبيره. فده دور المراجعه. ماشي؟ النهارده صلاح بيقول لي انا الاسئله ممكن ما اكونش عارفها بس فتحت الملزمه عشان اعرفها. فكره انك لما تفتح الملزمه وتوصل لاجابه السؤال ده تقدم، لان نفس الملزمه لو اديتها لك وانت مش مذاكر مش هتعرف السؤال ده اجابته فين. حد فاهم انا بقول ايه؟ فكره ان انت النهارده لما تقرا السؤال يا اسامه وتلوكلايز ان السؤال ده في درس الدايسكرايت، انت عرفت بس ده مكانه، ده معنى كده ان دماغك فيه شويه معلومات. مع المراجعة التانية هتبقى أحسن، مع المراجعة التالتة هتبقى أحسن. فهمتني؟ طيب ما علشان كده أنا بقول لك إيه؟ إحنا دلوقتي بنشرح تفصيلي. طب ما بعد شوية أنت محتاج تراجع. والشرح التفصيلي ده هيبقى رخم بالنسبة لك ساعتها، لأنك سمعته قبل كده. عشان كده أنا قلت لكم هينزل لكم كل شابتر ليه كبسول. شرح تاني إعادة سريعة. هو شرح تفصيلي ولكن بسرعة. حد فاهم أنا بقول إيه؟ بعد ما تكون سمعت الأولاني. طب يا دكتور ما أنا بعد كده عايز أسئلة. ما هو عشان كده في كراش كورس. طب يا دكتور هيبقى فاضل يوم على الامتحان وانا عايز مراجعه، هيبقى فيه الالترا كراش كورس. اكتر من كده مفيش، اكتر من كده تاخدني من ايدي احللك في الامتحان الصراحه يعني، تمام؟ فشرح وهشرح لك، مراجعه اولى هراجع، مراجعه ثانيه هراجع، مراجعه ثالثه هراجع. كل ده كلام ريكوردد عليا، يعني زمان يا اولاد ما كانش فيه فيديوهات، فكنت بقول الكلام وعادي ممكن ما نفذوش بقى، يعني عادي محدش هرجع اقول لهم انا يا ابني انا ما قلتش. انما للاسف كل ده متسجل عليا صوت وصوره. فان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني، ده اللي احنا هنعمله. تمام؟ امشي معايا بس، اوعى تشتت نفسك. تشتت نفسك انك تبص في مليون مصدر. ما بقولكش ذاكر من مذكرتي، ذاكر من مكان ما انت عاوز، بس مصدر واحد تذاكر منه اي ماده. انك تبص في حاجات ما تخصكش دلوقتي. يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجه اسمها انا دخلت كليه طب ففي وسط مذاكره البايو هفتح اقرا عن عمليه القلب المفتوح. مبدئيا ما عادش حد بيعمل قلب مفتوح اصلا، تمام؟ دي اول نقطه لازم تكون عارفها. ثانيا مش وقته، ومش وقته دي كلمه مهمه جدا. فكره ان انا هقعد اتفرج على دايجرامات لرسومات في تانية وثالثه وفيديوهات عمليات ومش مش وقته. انت هتضيع وقت المفروض تعمل فيه حاجه مهمه. حد فاهم انا بقول ايه؟ ومش هتوصل للمرحله دي بعد كده لانك ضيعت نفسك. لا، انت اللي مطلوب منك دلوقتي تذاكر اللي عندك. حد فاهم انا بقول ايه؟ تذاكر اللي عندك. انت مش هتسيف بيرسون بالبايوكيمستري خالص، تمام؟ ولكن البايوكيمستري انت هتجيب بيه درجه عشان تاخد بيها التخصص اللي هتسيف بيه لايف. حد فاهم انا بقول ايه؟ افهم المطلوب من الماده، الماده دي مفهوم مطلوب منها انك تجيب بيها الدرجه. من الاخر، من الاخر، والدرجه مهمه عشان تاخد التخصص وعشان تبني اللي جاي. تمام؟ يبقى ده اللي مطلوب منها.
فكره بقى ان انا هروح اخر اليوم اتفرج على عمليات واعمل واسوي والكلام ده كله، في ناس بتعمل كده، مش وقته خالص. انت كده بتضر نفسك. اطلب منك تحضر الحصه، تروح تقراها، ذاكرها خفيف، هتنساها، ترجع تراجعها تاني، تراجعها تالت. عشان كده انا قلت لكم المره اللي فاتت وبكرر تاني وهفضل اقول لكم كده طول السنه، انا لما كنت مكانكم ما كنتش مقتنع، وكنت طالع من ثانويه عامه بعقليه مجدي يعقوب والطب انا وانا الطب، وانا هذاكر كل حرف وكل كلمه وهسمع لنفسي. انت بتضيع مجهودك في الغلط. ذاكر كذا مره بكواليتي قليله، وما تذاكرش مره واحده بكواليتي عاليه. يعني ايه؟ يعني ما تمسكش المنهج تقعد تسمعه لنفسك مليون مره وتضيع مجهودك انك تذاكر منهج هاي كواليتي، اصلا كده كده هتنسى. لا، ذاكره بسرعه وروح جاي عدي عليه مره ثانيه، روح جاي عدي عليه مره ثالثه. ده احسن من انك تقعد 6 ساعات او ايا كان ذاكر مره واحده بس، وتحفظ كربوهيدرات بولي هيدروكسي، وتروح جاي مغمض عينك وتدبدب في الارض وتعيد تاني كربوهيدرات بولي هيدروكسي، تعيد تاني كربوهيدرات بولي هيدروكسي، يلا الدهايد اور كيتو، الدهايد اور كيتو. تفضل طول اليوم نهيت ايه ديفينيشن اوف كربوهيدرات. هتكتئب يا حبيبي، مش كده خالص. لا، عدي على التعريف بسرعه وكله بسرعه، وروح جاي قاري الكلام تاني مره قبل ما تنام، واخر الاسبوع اقرا مره كمان، وقبل الامتحان اقرا مره كمان، وقبل حصه الام سي كيو اقرا مره كمان. تمام؟ الكلمه اللي اخواتنا الكبار كانوا بيقولوها لنا ايه؟ كروتها. كروتها دي مش كلمه غلط، كروتها يعني ذاكرها بسرعه. فهمت قصدي ايه؟ فدي نقطه لازم تكون عارفها، تذاكر بسرعه كذا مره. طبعا انا عارف ان انت لسه مش قادر تذاكر بسرعه، بس اقصد يعني ذاكر، انجز نفسك في المذاكره على قد ما تقدر، ما تقعدش تبهدل نفسك في الكواليتي. دي نقطه. النقطه الثانيه والاهم طبعا انك ما تضيعش وقت في حاجات، تفرج على حاجه مش تخصك، تقرا حاجه مش تخصك، ضيع وقت في الترجمه. انت جاي لي هنا عشان ما تروحش تترجم، فلازم تتابع معايا، تفتح المذكره، تقرا معايا. انت جاي هنا عشان تفهم بس. واضح ان شاء الله يعني؟ طيب يلا نبدأ.